السلام عليكم، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من بيننا وبينكم، او زي ما نسميها احنا قناة صوت الاوتاكو. فهي بيننا وبينكم وصوت الاوتاكو اسمين والمعنى واحد. طبعا راح نتكلم هنا عن الشخصيات المبالغ في قوتها. كل انمي الحين صار لازم له شخصية ما مبالغ في قوتها، لذلك خلونا نبدأ. للي ما قد شاف السلسلة، في هذه السلسلة احنا نطرح سؤال نجاوب عليه احنا وناخذ رأي الأوتاكو، عساس انه برضو الأوتاكو يصير رأيهم مسموع، صوتكم انتم مسموع للكل. هذا رأيكم انتم، مو بس آراءنا احنا، ما نفرض عليكم بس آراءنا، ناخذ آراء الجميع نشوف اذا تتوافق معنا. فعندنا آراء ناخذها من الكومنت، وفي آراء خدناها من شارع الأوتاكو او من حفلات الأوتاكو. دائما نحضر حفلات او شيء في اي ايفنت، نسجل ناخذ منهم، نسألهم سؤال ناخذ منهم اجوبة ونعرض اجوبتهم عليكم. فاللي راح نتكلم عنه ماجد الحين صراحة يعني خلينا نتناقش انا وياك فيه. صارت الحين شيء رسمي في كل انمي انه يوجد لي فيلن مجنون مخيف. يعني الحين انا كمثال ون بيس، انت مو بخايف من كايدو ايش ممكن يسوي؟ هل راح يكون موزون ولا مو موزون؟ عندنا ناروتو، ما دوا ليه طلع ما دوا وشفنا بلاوي ما دوا؟ ايزن طلع ايزن شفنا بلاوي ايزن. عندنا دراغون بول سل، كلهم يعتبرون مبالغ في قوتهم. جيرن بيوس. طيب السؤال الحين المهم ماجد، الفيلن المبالغ في قوته، المفخم فوق حجمه كذا، تحسه مفخم اللي ما حد قادر يلمسه، هل وجوده فعلا يزيد مبيعات الانمي؟ انا اعتقد اذا الشيء موجود، لان في ناس فعلا تحب الفيلنز، تحب الشخصيات الفخمه هذه، فهذا الشيء يزيد متعه الاكشن، وبرضه يخلي التساؤل طيب كيف البطل بيفوز عليه. المشكله مو في وجوده، وجوده من وجهه نظري شيء مطلب اساسي، والمبالغه في قوته مو بلا ذلك الدرج الاسطوري، بس يعني لابد مقبول ان نمرك عليه كنترول. ما تعطي كل شيء، اذا اعطيته كل شيء مصيبه بعدين تتوهق. هذا مصيبه. ايوه، المصيبه الادهى والامام، الارتباط العاطفي مع الكاتب بالشخصيه هذه، لدرجه ان الكاتب يبي يقضي عليه، على قولتهم يبي يقضي على الجبل وهو واقف، يبي يقص الشجره وتتم واقفه، ما يهز هيبتها. اي، قصت الشجره بتطيح، زلزلت الجبل بيطيح، لا ابيه واقف وانا ربط فيه عاطفيا. ارتباط الكاتب العاطفي ترى يخلي الشخصيه جماليه الين منتصف الانمي. انا وجهه نظري بعد منتصف الانمي يبدا يخرب الانمي حوم كبدك. وهذا الغلط اللي يطعون فيه اغلب الكتاب من وجهه نظري، ما يعرف كيف يقضي على الشخصيات الاسطوريه اللي سواها هذه. وانا خايف حاليا من سالفه كايدو صراحه من اودا. الله يستر. يعني انا اشوف وجهه شخصيه مثل مادا وايزن زادت مبيعات بليتش، زادت مبيعات ناروتو الى القمه، لكن بعد ما الكاتب مصخها بارتباط العاطفي فيها، وبعد ما الكاتب بالغ في قوتها لدرجه انه خيالنا احنا كاوتاكو، خيالنا الجامح مو بلاقي حل لاسقاطها، بدات تسقط المبيعات. ترى سقوط بليتش انا اشوفه اكبر دليل انه من بعد ايزن مهما الكاتب حاول يظهر شخصيه فيلن احنا مش متقبلين، نقول انهي المسلسل خلاص، انهي، ما عندك شيء تسوي اقوى من كذا. لان انت وصلت ايزن لقوه خياليه جدا جدا جدا، فالانمي لما انتهى الانمي الفيلنز اللي ظهروا بعد ايزن ما يرتقون لربع المستوى. فاظهار مثل هذا الفيلم بدايه القصه مصيبه، المرض تخلي في اخر القصه، وبرضه حتى لو ظهرت في اخر القصه انهاء لازم يكون صح ولا بتكون مصيبه برضه. اي انا افض ان الكاتب عشان يحافظ على هيبه الشخصيه يدكها. يعني كمثال بعطيك اياها من ون بيس، لوفي وكاتاكوري. الكاتب سوى هيبه الكاتاكوري عشان يخلي لوفي يفوز عليه، خلى كاتاكوري ما هو اللي يطيح، بعدين لوفي هو اللي يطيح، بعدين قام لوفي، بعدين طاح كاتاكوري، بالله كاتاكوري مطيح حاجه. فلحد الحين المتابعين في صراع من كان مستحق الفوز. انسوا لوفي وكاتاكوري، عندكم مادارا والكاغي. هذه خلي الكاغي، مادارا وناروتو وساسكي، هذا السؤال اللي لم يجاب عليه. طيب لولا الظل الاسود زيتسو طعم مادارا، هل كان ساسكي وناروتو يفوزون؟ لن يتم الاجابه على هذا السؤال، لان أبدا. الختم اللي في يدهم بس الكاغويا، وهم فازوا على كاغويا بالختم. طيب هل كان بيقدرون يصمدون قدام مادارا؟ ثاني شيء، خلي مادارا يهزم 5 كاغي احياء و7 كاغي ميتين، وفوق ذا كله يموت على ظل. واحد متقبل هذا السيناريو سوي مو بسبعة، 4 كاجي ميتين وينهزم عليه الظل ولا حد قادر عليه، ولا ويجاب الايده تنسي ويكسر ايده. طيب شلون بيفوزون عليه؟ شلون بيفوزون؟ لا انت ضفت له قوه هاشيراما اللي هو خصم الهزيمه، ضفت له قوه الرينيجن، وضفت له قوه البيجو خليته البيجو حق العشر الوحوش، خليته ناسك خلاص ختمت القوه كلها. ختمت في الاخير يجي زيتسو، شلون طعنه زيتسو؟ شلون طعنه؟ سوى زيتسو؟ يعني حتى السؤال الابدي، السؤال الابدي انه هل مو بناروتو انه كان يقدر يفوز عليه؟ كان مرضنا 3، ناروتو ساكورا وساسكي وحتى معهم كاكاشي، ولا يومك ما حد يقدر يقول إيه لا فعلا كانوا بيفوزون عليه، ما حد يقدر يقول. طبعا ما ظن العلاقه تكون بيني وبينكم صوت اوتاكو، بس والله انا شكلي انا ماجد فتحنا الجرح، والله فتحنا الجرح، ضايقنا هذا الشيء كثير، ضايقنا جدا. فلازم تسمعون انتم راي الناس، راي الناس، خلونا نسمع صوت الشارع ونرجع. انا والله فتحت جرح. أيد وجود الشخصيات الخارقه في الانمي، يعني مثلا لما اقول لك مادارا كايدو شخصيه خارقه ما تنهزم، يا بتصريح الكاتب يا بشيء احنا شفناه ان هذه الشخصيه ما هو خارقه، صدق هالشيء
يعطي الانمي حلاوه ولا يبايخ عليك؟ ايد وجودها واحس انه يعطي حلاوه، خصوصا اذا كان الكاتب كاتب قوي زي مثلا كاتب ون بيس. على كذا جب انتقل للسؤال الثاني، هل قد شفت كاتب انمي جاب شخصيه خارقه واظهر لك قوته 100%؟ مو على بالي للاسف، اتوقع يعني كلهم الى الان، حتى الوايت بير يوم مات احس كان عنده اشياء يقدر يطلعها اكثر. وهذا اللي كنت بحجي لك فيه، ان قلت انا واثق في كاتب ون بيس ما حيجيب العيد مع كايدو، طيب كاتب ون بيس ما اخرج لي قوه الوايت بيرد. هذا يعني هي بشكل عام دراميه وما اخرج قوه الوايت بيرد، ولكن هو جاب لك من البدايه انه هو مريض، جاب لك انه كبر في السن، فيعني هو قوي ولكنه كبر في السن فتعب، اضافه الى انه كان الكل عليه مات غدرا ومات واقف. منطقيه منطقيه اجابته. طبعا مو قاعد اقلل من الوايت بيرد، انا قاعد اقول انه انقهرت اني ما شفت منه 100%. طيب هل في حياتك كاوتاكو شفت انمي جاب شخصيه خارقه قضى عليه بشكل منطقي؟ ما يجي على بالي يعني حاليا بشكل كامل. افضل شخصيه خارقه شفتها واسوأ شخصيه خارقه؟ الوايت بيرد هذا الافضل. الاسوأ انا شوف، انا ما شفت ناروتو للأسف بختار مدر لأني ما أعرفه. كاكاشي من أنمي البحرين، وجود الشخصيات الخارقة في الأنمي بايخة ولا تحلي؟ على حسب القوة، إذا ما كانت قوة مدمرة للعالم وكذا تنهي كل شيء بضربة واحدة. مثلا مدر، مدر وتشيها بس كاغويا أقوى منها. يلا كاغويا شخصية خارقة، وجودها كان حلو في الأنمي ولا بايخة؟ في البداية كان بايخة لما انتقلوا بين منطقة لمنطقة ومكان لمكان وكذا، بس اللي حلاها أن التيم الثلاثي قضى عليها، هذا كان يعني يعلمك العمل الجماعي. هل قد شفت شخصية خارقة أظهر لك الكاتب من قوتها 100%؟ وان بانش سايتاما. لا تبالغ، ما شفنا مقومات عشان نحكم، ما شفنا إلا بوكس. ما هو هذا الهدف، وان بانش 100%. أنا الصراحة اللي عجبني أكثر شيء ما دروت في قوة الكاملة، لأنه جابوا في الحلقات أنه عنده قوة سوبر سوبر خارق. يعني تشوف ان مدارو فعلا ظهرت من قوته 100%؟ 100% كان للحين بيزيد بس ما جابوا له فرصه. اوكي هنا النقطه القاتله الغابنه، هل عمرك شفت شخصيه خارقه تم القضاء عليها منطقيا؟ نهايه مدارو كمان يعني هذه نهايه؟ لا بالمره لا. افضل شخصيه خارقه شفتها في عالم الانمي واسوأ شخصيه خارقه شفتها في عالم الانمي؟ صراحه من افضل الشخصيات، هو لازم شخصية واحدة ولا شخصيتين؟ يعني جيب لي أفضل واحدة بالنسبة لك. ما درى صراحة، ما درى. أسوأ شخص، أسوأ شخصية قابلتها أخس شخصية أنا شفتها كاغويا للأمانة. كاغويا، هل تؤيد وجود الشخصيات الخارقة في عالم الأنمي؟ أؤيدها لكن على حسب نوع القصة، يعني هل هي هل يكون فيه أو شيء يعني خايف، لكن على الأغلب نعم. طيب هل مر عليك شخصية خارقة الكاتب أظهر لك 100% من قوته؟ لا. هل شفت شخصية خارقة قدر الكاتب يقضي عليها بطريقة منطقية؟ صراحة لحين ما شفت. زي هذا اللي أنا أقوله، يعني الشخصيات الخارقة تعطينا حماسة بالأنمي بس تقتلنا لما الكاتب ما يطلع لي قوته، وأيضا يقتلني أكثر إنه ما يقضي عليه بطريقة منطقية. طيب بغض النظر عن الكلام هذا، شنو الشخصية الخارقة اللي تحبيتها؟ شفت هذا أحسن شخصية خارقة عندك؟ كايدو مثلا، مع إنه ما شفنا شيء منه. ولو يعني سوى له الكاتب اسطوره حتى ما جبنا شيء منه يظل خارق. طيب شخصيه خارقه تحسها سيئه، يعني شل البيض خارق بالاخير، هذا مستواك؟ ما اتذكر، ما في بالي. والحين مع حلقه بيني وبينكم مع بطل الكوسبلاي، هل تؤيد ظهور الشخصيات الخارقه في عالم الانمي اللي يعني قوتهم اوفر باور، يعني مره مبالغ فيها؟ اكيد ايدهم. تعطي جو للانمي؟ اكيد تعطي جو، تعطي احساس، تعطي دراما، تعطي انطباع حق الناس. هل شفت شخصيه من الشخصيات الخارقه اللي طلعت كامل قوتها 100%، ولا دائما يقول لك خارقه ولا يوريني كامل قوتها؟ لا صراحه الشخصيه الوحيده اللي انا شفت قوتها وزياده مادارا اوتشيها، اي يعني من اكثر الشخصيات اللي خذت حقها وكامله. طيب نجي عند السؤال اللي يغبن على قولتهم او الابركات. نهايه، كيف هل شفت كاتب انهى شخصيه فعلا بعد ما طلع كامل قوته، او على الاقل ورانا انه قويه مره وبعدين انهى، ولا دائما يجيب فيها العيد؟ طبعا اكثر شخصيه حسيت انها واو وبعدين صار فيني لحظه، ليش صار فيها كذي، هو لورد بوروس من ون بانش مان. يعني الشخصيه هذه طلعت قوتها وزياده، اخر شيء بوم انتهى
وين القوة الخارقة؟ وين القوة بالموضوع؟ يعني أو اللي مقابل أقوى يا إيه هذاك فتح نفسه بالقوة، ماكو قوة ما طلعها، آخر شيء عطاه واحدة ودع. أنا انصدمت صراحة، قلت وين اللورد مرة واحدة ويصير فيك كذي؟ لا يا جماعة لا. عطني شنو أفضل شخصية خارقة وشنو أسوأ شخصية خارقة بالنسبة لك أنت؟ والله شوف، أفضل شخصية أنا ما أتنازل عنها لورد اتشيها مادرا. الله الله الله، عطاه لورد بعد سما اتشيها سما، هذا اللي خلاص يعني عطى العموم بتسكيومي، فتح العين الثالثة وودعوا لدرجة ان ناروتو ساسكي تحت السوسانو عشان لا يصير فيهم شيء. طيب واسوأ اسوأ شخصية لورد بورس، يعني انا شفتك بكامل هيبتك فجأة تضيع؟ لا يا صديقي مو كذي، يعني انا حبيت الشخصية بس لما مات انا حسيت ليش موجود انت بالاساس. هل تؤيد ظهور الشخصيات الخارقه اللي يعني قوتها مره مبالغ فيها في عالم الانمي؟ يعتمد على الانمي نفسه، يعني على حسب الانمي تشوف ممكن ذا الشيء ايجابي ممكن سيء. هل تشوف انه فيش انمي اظهر لك كامل قوه الشخصيه الخارقه دي 100% من قوتها، ولا دائما يطلع لك على انه اوفر باور بس النهايه انهي قبل حتى لا يوريك قوتها؟ اي بس قولي انه هو قوي ما طلع لك كل قوته، هذا شيء يغمض طبعا. اي اكيد طالع الانمي عشان تشوف اقوى شيء عنده، عشان تشوف الحماس في الانمي، يجيك منطقه كل قوته فشيء يغبن صراحه يعني. طيب هل تشوف ان في كاتب اظهر لك شخصيه خارقه وانهاها بطريقه ممتازه، ولا دائما ينهونها بطريقه مو منطقيه وغبيه يعني مقابل القوه الخارقه اللي اظهرها له؟ لا كلهم دائما يطلعونهم بعدين ينهونهم بطريقه تغبن. ها مثل ون بنش مان. طيب وشي افضل شخصيه خارقه بالنسبه لك وشي اسوء شخصيه خارقه بالنسبه في عالم الانمي؟ سايتاما من ون بانش مان شخصيه خارقه، هذا افضل شخصيه. واسوء مادارا. مادارا من ناروتو. هل تؤيد ظهور الشخصيات الخارقه في عالم الانمي، يعني الشخصيه اللي دائما الكاتب يعطيها قوه مبالغ فيها ام لا؟ اي على شرط انه في احد يقدر يغلبها وقد قوتها. اوكي يعني طلع لي شخصيه خارقه بس اطلع انه اقوى من الكل، هذا قصدي. اغلبهم يجوا لك اقوى من الكل. هل شفت مثلا كاتب اظهر لك شخصيه خارقه واعطاك 100% من قوته وراك 100% من قوته، ولا دائما يطلع لك خارق وينهي قبل تشوف كامل قوته؟ وايت بير. وايت بير مثال جميل جدا. النهايه هل تشوف مثلا الكتاب يعرفون ينهون الشخصيات هذه لما يطلع كامل قوته يعني سواء طلع كامل قوته ولا لا، ينهي بطريقه جيده ام دائما ينهي بطريقه سيئه بالنسبه لك؟ سيئه والله، خصوصا مادارا سيئه. خصوصا مادارا. اوكي. وش افضل شخصيه خارقه بالنسبه لك وش اسوء شخصيه خارقه بالنسبه لك من اللي ظهروا كلهم اللي شفتهم؟ يعني خوشي جوكو افضل ولا اسوء؟ افضل. طيب واسوء؟ ون بنش مان. سايتاما اسوء شخصيه خارقه جدا سيئه. اليوم معنا المعروف اللي ما يحتاج تعريف بس يعرفنا بنفسه. اكزيت ثامر، افضل جيمر بالعالم والبقالات والحواري والمجرات ومعارض وكل الدول. لا بس في شيء مميز ترى، لابس تيشيرت حق هيسوكا. الله 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 الله. طيب السؤال طبعا كالاتي، يقول لك شخصيات الخارقه هل تؤيد وجودها في الانمي او لا؟ الا بالعكس، يعني هي تعطي الانمي احس طعم، يعني تتحمس مع القوه الخارقه اللي تصير، يعني تدخل، يعني انا من النوع اللي احب كذا اشوف افكت، احب اشوف قوه خارقه، ابغى اشوف كذا شخصيه كذا يجلد 70-80-100 واحد كذا، تحس بقوه يا اخي. اوكي كويس، ايد هذا الشيء. ايش الشخصيه اللي انت تشوفها في الانمي خارقه وطلعت كامل قوتها 100%، يعني كانت خارقه العاده مع ذلك شفت كامل قوتها في الانمي؟ في شخصيه يعني صراحه احترمها وطلعت كل قوه اللي عندها، جيرين من دراغون بول، يعني طلع كل اللي عنده، يعني يوم واجه جوكو بالالترا انستنت انفجر جيرين، سوى كل اللي عنده، يعني حتى انا اقول لك جيرين لو انه ضد جوكو واحد ضد واحد كان هو فاز بالنهايه، لكن اخر شيء صاروا جوكو وفريزا ونمبر 17 ولا 17 ايه كلهم اجتمعوا على جيرين، ولا جيرين طلع اللي عنده كله. طيب اعطينا الحين شخصيه خارقه العاده وتحس ان الكاتب خلاها تنهزم بطريقه منطقيه. شوف في شخصيه يعني اول مره، يعني قبل جيرين اول مره اشوف شخصيه كذا قوتها تطلع، لكن اللي قهرني انه ماتت بطريقه حتى ما قدرت اشوف كل قوتها الاساسيه اللي هو مادارا اوتشيها. اخر شيء جاء كذا صار البوكس وصار كل شيء طلع كل شيء، اخر شيء جاك بلاك زوتس من ورا طق وراح خذ كل القوه وانتهى مادارا. يعني هذه هزيمه مش منطقيه. اي ليش يعني؟ زين السؤال اللي بعده يقول لك عطني افضل شخصيه، يعني انت تشوف انها تستحق تكون الافضل كونها خارقه، واسوء شخصيه خارقه شفتها في عالم الانمي. السؤال هذا
صعب جدا، لكن انا شخصية اشوف احس تكون افضل شخصية خارقة الانمي وعندها انا بعصر ذهني بنروح الاكزوديا يوكي، وحش اكزوديا هذا اعتبره اقوى شخصية خارقة لانه هو الوحش اللي باللعبة اذا انت جبت 5 اوراق ما في وحش يقدر له اكزوديا، احترام للوحش هذا كلام كبير. زين والاسوأ حاليا؟ اسوأ شخصية خارقة ما ادري يمكن ناس تزعل مني من الكلام اللي اقوله هذا، لكن انا رايي انا اسوأ شخصية خارقة اشوفها اللي ما عجبني انا شخصيا لوفي. لوفي مو مقتنع بمهارته، مطاطي وحديدي وما حبيت الشخصية هذا. لوفي شخصية خارقة ما حبها اقصد، الله اكبر. اوكي هذا رايي الشخصي ولازم احترمه طبعا، احنا لازم نحترم راي الناس الشخصية كلها، كانت عاد عجبك ما عجبك هذا شيء رأي شخصي وحر فيه طبعا بالأخير. طبعا هذا رأينا وسمعت رأي الناس ومن بينهم بعض المشاهير، اعتذر من الكل اللي اخذنا تصويته كان في البحرين تقريبا صار لها اكثر من 6 شهور، واعتذر ان هذا الخطأ كان مني في التأخير. هل انت قابل بكل البلاوي حقت الفيلن؟ اهم شيء ان الكاتب يحمسك يرضي غروك بوجود الفيلن، ولا انت قابل ان الكاتب ينزل من فخامة وقوة الفيلن بس اهم شيء لا يقضي عليه بطريقة مهينة مثل ما صار مثلا مع مدرة؟ ايش رايكم؟ عندكم الاسئلة ابي اسمع اجوبتكم في التعليقات تحت، وفي النهاية قول معاي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب والشير، نشوفكم على خير.